استاذه لميس، ايه اللي بيشجعكم تستثمروا في الشباب دول؟ انا عارفه ان في استثمارات حقيقيه، يعني اقصد لما هم كانوا بيعملوا برزنتيشن في فلوس اتصرفت على بحث واتصرفت على تنفيذ وعلى تجربه وعلى تدريب وعلى تدريب يعني الطالب فيهم خلال السنه كلها بيتصرف مبالغ كبيره جدا لتدريبهم علشان يوصل في الصوره اللي هو فيها، ازاي يقدر يقف يتكلم، ازاي يبقى واثق من نفسه بيتكلم في مشروعه. بيمروا بمراحل تدريب كبيره جدا وبمراحل اختبارات جامده جدا لغايه ما بيوصلوا ليوم المسابقه. فبيكون اتعمل معاهم مجهود كبير جدا، والفريق اللي بيفوز بعد كده احنا بناخده بقى كله بنفضل بقى معاه مجلس الاداره كلنا. ايوه مع الاستاذه فاطمه، خلاص ما فيش تدريبات تانيه. أوكي. احنا بقى حته بحته هنتكلم ازاي، هنلبس ايه، هنعمل ايه، هناخد ايه يعني معانا. يعني هما كمان دلوقتي لسه في شغل لسه لا ده طبعاً. ممكن يعيدوا كل ده من جديد عشان التمثيل الدولي. التمثيل الدولي يعني احنا عندنا الخبره كم. عندنا الاكسبيرينس، بنعرف الاسئله بتتسال ازاي، بنعرف شايفين الدنيا بتمشي ازاي، الدخول لبدايه الاحتفال، فعندنا الخبره بما فيه الكفايه، فبنحاول نديهم بقى العصاره في الفتره دي. يعني هم هينسوا الصيف وهينسوا كل حاجه. لا ده كاس عالم بجد. كاس عالم. لا دي حقيقه. تدريبات معسكر وتدريب وكل حاجه بالظبط.